دابا يلاه ساليت يلاه جلست. عرفتي واحد لهيا عييت واحد النهار ميمكنش، عييت بزاف. محد شفتو كيفاش كانت الدنيا وكيفاش رجعات، راها ماشي سهله وبوحدي، يعني حتى واحد ما عاوني، كلشي ناز، كلشي شد بلاصتو، بقيت انا بوحدي هادي 3 الليل. ولكن ماشي مشكل، يعني كنسهروا اللهم. هاد النهار سهرت على هادشي هذا، كنقاد بيتي. قولوا لي في لي كومونتير كي جاكم اللوك جديد. الصراحه عجبني الحال، بدلت البيت، بدلت لا ديكوراسيون، حتى النفسيه ديالنا كترتاح ملي كتبدلي شي حاجه. شتي واخا جالك تبدلي غا مخده، غير مخده كتكون عندك في البيض، ترجعي في الكحل، النفسيه ديالك كترتاح. وفي شكل المهم داكشي عند واحد لاشارم بوحدو صراحه. المهم هذا هو الديكور اللي درت في المخدات هاد المره. هادوك نفسهم اللي كان فيهم الفوغور، درت لهم هاد الغلاف. شوفوا كيفاش جا زوين واعرين. شوفوا هاد لهاد الشكل، هادي لهاد الشكل، هادي على هاد الشكل. مازالين عندي واحد اخرين شديتهم خبعتهم في داك البوط البيضاء اللي وريتكم في لايف. عندي هادي كنخبع فيها مثلا شي حويجات اللي ما كنحتاج كنخبعهم فيها. جو بونس هكا احسن، اذا احسن عرفتي. حيت ملي كنجي الناس كنبغي شي حاجه تكون غير خفيفه، الضو يكون خفيف. ايوا المهم عييت بزاف اليوم، بزاف صراحه. ضربت تماره مع نهار كامل وانا خدامه في واحد تيتو ميك اب كنصوب فيه، وكياخد الوقت وتمارة فيه زعما، راه ماشي ساهل. غير المكياج وماشي سهله، وعاد ختمتها بهذا الشيء. ايوا المهم قولوا لي الراي ديالكم في التعليق كيفاش جا، شكون احسن. قولوا لي شكون احسن، واش هكا بالكحل ولا بالغوز، بالكحل وبيض وداكشي ولا بالغوز. صراحة انا بالنسبه ليا انا جاوني بجوجهم زوينين، كل واحد ولو شارم ديالو، كل واحد وعنده واحد اللمسه في شكل. دابا هاد الكحل هذا عنده واحد اللمسه في شكل حتى هو، وكيجي مع هاد الجو البرد بزاف عندنا هنا في فاس. عرفتي راه موت البرد، كتوصل ماشي تحت الصفر، لا ما ماشي تحت الصفر، ولكن واحد جوج بزاف. هاد اللون هذا زوين صراحه، الكحل كيجي انيق، وعندو واحد الفخامه في شكل كيعجبني انا صراحه، واعر الكحل. وداكشي علاش بغيت نديرو، واخا انا كيعجبني، ولكن ما عمري زعمت عليه نديرو هكا في بيتي اولا. ولكن هاد المره قلت علاش لا ما نغيروش، علاش الانسان يبقى ديما غادي في واحد ستيل، علاش ما يديرش ويشوف ويبدل ويشوف داكشي كيفاش غيجي. انا درت شي حاجه اللي مخالفه على السير ديالي، وهي عجبتني وجات زوينه. وانا متاكده حتى نتوما غتعجبكم. هذا ما كان، دابا غادي نمشي الناس حتى الغد ان شاء الله، ونكملوا الفيديو ديالنا. وتصبحوا على خير، ادم باي باي. صباح الخير بنات، صافا لاباس عليكم؟ المهم انا يلاه فقط جيت كنغسل وجهي، وغادي ندير لا كريم ايدغاتونت بيان سور شاك جوغ، خاصنا نايدغاتيو لا بو ديالنا. باش كتبقى ديما رطبه، ديما عندك لا بو ديال لي بيبي. المهم حتى نشارك معاكم واحد لا كام اللي غادي نبداها جديده ان شاء الله، وارتي غزاله فريمون واعره. المهم غنشاركها معاكم ابخي. شوفوا الدفره اللي انا ممكن نشري شي باغني، وكنبقى نشكر فيها بزاف. كتحشمني شتي هادي ديال فلورما، شحال وانا عليهم زوينه زوينه. هي زوينه زعما ما كتزولش، ولكن انا البارح شقيت بزاف، راه بيان سور غتزول. عرفتي البارح بزاف داكشي اللي دوزتو البارح مجهد وبوحدي، صعيبه والله. ايوا المهم البنات، وغادي ندير واحد كونتور دي زو زوين. تمام، انا عندي لساغ، شوفوا لساغ اللي عندي. عندي تجاعيد عمري 17 عام، وهذا الشيء راه غاف والله بزاف. بداو كيخرجوا ليا
ديك التجاعيد. المهم انا غادي نشارك معكم واحد الفراش يلا جبناه للدار مؤخرا، جبناه نهار الخميس وصراحه جا زوين بزاف بزاف. قلت علاش لما نبارطاجيش معكم هذا الصباح هذا، مع شفت بابا ما هضرش عليه، لبنى كذلك، وعرفتو جاي غزال البنات. انا غادي نبارطاجيه معكم دابا. زعما عطا واحد الجماليه للدار، عطاها واحد المنظر، يعني زادها واحد الاضافه، حيت كان الصالون ديالنا كبير بزاف وفيه الفوتوي في هذا القنت والسداد في هذا القنت، والوسط بقى خاوي وجا داك الفراغ جا باين بزاف وجا خاوي داكشي بزاف. المهم داكشي علاش كان عندنا واحد الفراش قديم وفوتوي، ماشي فراش، كان فوتوي قديم وكان صراحة حالته شنو، مشينا درنا له، مشينا دينا على الطابيسخي وقدينا وحاولنا نديرو نفس الكولور اللي كانت في الفوتو الاخر في البلو، غير هو الفوتو الاخر بلو شوية فرنسي وهذا بلو كلير. المهم دابا نوريكم وغادي تلاحظوا لا ديفيرونس اللي بيناتهم. هذا شوية زوين صراحة، انا عجبني هاد الفراشة الجديد، يعني داك الزرق ديالو جاي مبهاج وجاي كلير وجاي زوين. انا صراحه كيعجبني اللون الزرق، اللون الزرق زوين بزاف، كيحمقني الزرق بلو سيال. المهم هاد اللون الزرق والمشتقات ديالو زوينين بزاف. انا غادي نشارك معكم دابا وصافي، فطرت كلشي درتو، يلا جيت نشارك معكم هاد الفيديو هذا. وهاد الفيديو هذا فيه غير مثلا الفراش اللي فرشت بيتي والصالون، نوريكم الصالون كيفاش جا. وهذا مكان غادي نمشي نجمع بعدا واحد الحوايج، حيت دابا الشتا كتبقى طيح ساعة ساعة، كنطلع نشرو في السطح كطيح الشتا على الحوايج، لو ما كنشرو في الصالون كنحطو هكا الحوايج ديالي نشرو في الصالون وصافي. حيت كتبقى طيح الشتا تا كيلبسو كطيح عليهم الشتا عاوتاني، بقاو تما تا كيوليو بحال نتوما، الحوايج كيرشاو بقوة داكشي بزاف. إوا المهم طولت بزاف الهضرة، نمشيو نشوفو الصالون. ركزوا لي على هادي، انا ما نفكش مع الغوز، واخا نحاول نخرج من الغوز كتبقى عندي واحد اللمسه ديال الغوز. المهم هادي زدتها البارح عليا حيت فريمون كان البرد بزاف. جالي تما شوفوا هادو باقيين عندي في الغوز، هذا باقي في الغوز عندي، غادي ندير لابيلو الشنايفين حيت فريمون كيتشقوا لك في هذا البرد. كيعجبني هذا الاحمر، نورمالمون كيعجبني هذا كيعطي شويه اللون، هذا لا هذا غير كيرطب وصافي. المهم البنات ها نتوما هو هذا الفوتو هنايا. والمفاجاه درنا هنايا هادي، انا كيعجبوني بحال هادو عرفتو غزالين صراحه. عندي مع هاد التويشات هادو البلديين زوينه جايه هنايا، حيدنا الطبله من هنا رجعناها له حيت هنا مضيقه، كانت مضيقه البلاصه، هنا درنا داك الطبله اللي كانت عندنا. ايوا المهم انا غادي نوريكم دابا هاد الفوتو الجديد اللي درناه مؤخرا. ها انتم البنات، على واحد جوج ثلاثة، انتم شوفوا جاي تقريبا نفس اللون، غير هو كيف ما قلت لكم قبيله هذا كلير وهذا شويه باهت. دابا مع التليفون ما كيبينش داكشي كيف ما هو في الواقع، انا اللي كنشوفهم دابا هذاك شويه باهت وهذا كلير. شوفوا هكا كيبان هنا الاضاءه، شوفوا شحال زوين. هنا جاي غزال بحال عاد كمل السيجور، بحال عاد كمل، يعني منين زدنا له هاد الفوتوي هذا بحال. مهم زعما كاين واحد الفرق كبير، الصالون عمر بزاف الحوايج، هذا عجبني بزاف جاي زوين، وحتى اللون زرق خطير. امي معايا هنايا، سلام. المهم لاباس الحمد لله. المهم هنايا دايرين هاد الكليسه في الصدادر اللي كانوا عندنا
صافي زدنا ريدوات، هانتوما شوفوا صراحة الدنيا شوية زيانت بلي غيدو داكشي، كاين فرق كبير والله. انا تزريبية صافي، هنا دايرين ديك الطبيلة اللي كانت لهيه. صافي هذا هو الصالون، زي هكا طويل على ديك الطابية. صافي قولي لي كيفاش جاكم في لي كومونتير. ايوا شويه الدنيا مظلامه يعني، واخا كطلعي السرجم حتى للتالي هكاك الظلام في الصالون شويه، خصوصا في هاد الكوان هذا الظلام. الا ما شعلتيش الضو في الصباح راه ما تبان لك والو. مهم البنات، صراحه كنفرح ملي كنديروا شي حاجه زوينه في الدار، ملي كتزاد شي حاجه بحال مثلا قديت لا شومبر ديالي. قولوا لي في التعليق كي جاتكم النظر، صراحه عجبتني، عجبني الصالون. كتزيدي غير شي شويه كتزيد واحد اللمسه في الدار، كتزيد واحد الاضافه شكال. والحمد لله شويه بشويه حنا علاش ما بغيناش نفرشو يعني فراش على حقو طريقو. انا عارفه ان هذا الشيء ماشي شي حاجه اللي كافيه للدار ولا كتشوفي كتلقاي كاين حوايج اهم من الفراش. الفراش جاي جاي ملحوق ملحوق، دابا نركزوا على الاهم، نركزوا على الصحيح ماشي على الفراش. اما الفراش كي كيما قلت لكم راه ملحوق ملحوق، يا دابا يا من بعد. داكشي علاش ما بغيناش نفرشو زعما من الاول حتى التالي، خصوصا اننا حنا كارين ماشي شارين. كتشوفي مازال الرحيل، كل دار وفصلتها كل حاجه، فهمتوا راكم فاهميني الناس، دار غادي تفهمني. حتى ان شاء الله نشريو دارنا ونستقروا، ديك الساعات غادي نفرشوا شي فراش اللي يكون زوين كتشدي العبارات. ما كيبقاش بالك مع صافي خصني نرحل وكيفاش غندير في الدار الاخرى الا ما كانش نفس العبارات. مهم واحد الروينه كتوقع ما يمكنش. داكشي علاش قررنا نديرو فراش دابا بحال قولي فراش عشوائي. مهم الدار مفرشه الحمد لله زوينه، هذا هو الاهم. كل واحد عنده بيت وكل واحد عنده لولي ديالو، كل واحد عنده كوافوز ديالو، هذا هو الاهم. كوزينه زعما مجهزه بكل شيء، ما ناقص حتى حاجه، هذا هو ليسونسييل. اما الفراش علاش كنجلسوا راه كاين الحمد لله، علاش كناكلوا راه كاين، هذا هو الاهم. اما كما قلت لكم الفراش ملحوق ملحوق، وان شاء الله حتى نستقروا النيت ديال بصح عاد نقدروا نقولوا غادي نفرشوا. داك الساعات كتجي مع الواحد، اما واحد مازال ما استقرش في بلاصه وحده ما جيش معاه كاع يفرش، وبحال غير غيخسر فلوسه. وداك الفراش اللي غيفرش اون فوا غيجي رحل غيدقدق، بحال انا البيت ديالي راه دقدق ليا، ولكن معليش ماشي بزاف صراحه. ولكن الا زدنا رحله اخرى صافي غادي يمشي صافي، داك الساعات نيت يدقدق ديال بصح. يعني الرحيل صعيب وكيضيعوا فيه الحوايج بزاف، شحال من حاجه انا ضعت فيها مثلا غير في مثلا الديكورات اللي كنحطهم على الكوافوز ديالي، راه بزاف اللي تهرسوا منهم. واحد البلاطو كنت كنحط عليه لي بارفان كان غزال، ويلاه جديد يلاه واخده جديد، وكان عاجبني وزويون وجاي غزال تهرس. يعني شي حوايج اللي كتشريهم وهذا كيتهرسوا، تبقى فيك الحال. انا صراحه كيبقى فيا الحال ملي كضيع ليا حاجتي ما كيعجبنيش حوايجي يضيعوا صراحه. اي واحد راه ما يعجبوش حوايجو يضيعوا، يعني حاجتي عزيزه عليا ديال بصح، خصوصا يعني كنولفها كتعجبني. ايوا المهم ماشي مشكل، ضروري كتخسري في الرحيل. وقولوا لي لي كومونتير في لي كومونتير كيفاش جاكم هادشي اللي درناه، هاد الغوتوش هادي اللي درناها انا عجبتني. واللون الازرق سبحان الله عنده واحد لو شارم في شكل كيعطي واحد اللمسه للدار في شكل زوين، انا كيعجبني الازرق. غير هو وكان هاد الحيط هذا اللي مورايا ديال الصالون علاش داروه هكا، داروه مغلوق زاد غلق الدار. الدار اصلا شويه هاد الصالون هذا شويه مظلام، وزادوا داروا اللون مغلوق. يعني نورمالمون يصبغوا غير بالبيض، شتي اي دار يصبغوا غير بالبيض
ولا البيج، علاش يبقاو يديروا بزاف الالوان؟ داك الكوان اللي فيه صالة مونجي فيه الغوز، شيف البيوت اللي فيه موف اللي فيه الكوغاي اللي فيه الغوز مغلق. يعني انا ما كيعجبونيش الالوان بزاف صراحة، كل بيت فلون والصالون فلون الانسان الى حارو ما لقى كاع ما يدير، يدير غير بيج وحسن. ما كيعجبونيش الالوان بزاف في الدار، وخصوصا هاد الصالون هذا لو كان مفتوح حسن، لان الصالون ديجا شويه مظلام والحيط مغلوق، جا داكشي اسورتي اكون فاهمين. ايوا هذا ما كان البنات، ودابا كنتسناو لوبنا وبابا باش يجيو وباش نتغداو. وهذا ما كان اليوم لحد ما كاين ما يدار غير الدار وصافي. انتم كيما كتشوفوا هنايا عندي هادو، هذاك غير لونتيس، لا ماشي لونتيس، ها ويلي الكونتور دي زو اللي درت قبيله. ها هي جات لالا العروسه، ها هي جات ورده محروسه. جات هي جات محلابه، كيسميو لها تما في الدار محلابه. هيا جات للا العروسة، هيا جات للا العروسة. الله يعلى بابا لبيبي، شغل ندير بكم وطلعت لكم فيديو. لاباس الحمد لله، بسم الله. سلام الله، لقيتي داك الشيء؟ لقيتو في الجنة؟ مزيان. اجي نتصوروا معاك، مشهوره مشهوره جدا، مشهوره يا اختي، وليتي تتغبري علينا. سلام البنات، سلام البنات، انا مع واحد المشهوره عزيزه علينا، كنشوفها مره من الليل لليل. والله الا كنطلقوا من الليل لليل تجي لي في مابقاش كنشوفها. صافي مشات لوبنا، بدات هلا. ان شاء الله دابا نشمعوا يا ربي. والله الا تحتك واخا كنمشي راه كنفكر فيكم. يلاه خد غير نشوف شنو كاين. انا غير بوحدي كنبقى تفكر فينا، حتى حنا تنفكروا فيك. شمن العصاره دابا؟ ويلي ويلي، العصا الاولى ولا الثانيه ولا الثالثه؟ العاش نط اليوم 12 كنت نعسى. اخير يلاه البنات، ها هما جاو العرسان ديال جات المشوره ديالنا. غادي نخليكم في هذا الفيديو حتى الفيديو الجاي ان شاء الله. بسلامه.